اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصائب و مشکلات اور قصد سے نجات کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم والی آیات اور دعائیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. أَلِفْ لَام مِيم. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.